ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وابوني للقناة، هكذا باش يوصلكم جديد اللي دور في الجزائر. من محمد علي ترجع لحد محمد زقاي على الشمال خطيرة وتقطورة وتصويبة حلو والهدف جول 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 جول. التصويبة الروعة بقدم عصام بعيون، مهارة ايه ولمسة ايه وتصويبة ايه، الله عليك تسلم رجليك عصام بعيون، بمهارة فردية غير عادية وتصويبة صاروخية روعة الروعة على يمين حارس مرمى عبد الرحمن صار عشان منتخب الجزائر يعملوها ويسجلوا الهدف القاتل في الوقت القاتل من نهاية المباراة، هدف الفوز الغالي لمنتخب الجزائر على منتخب كبير هو منتخب بريطانيا بكل تأكيد. بص العرضية، الاستلام يدرس، الاستلام هو كل المهارة الموجودة في أقدام اللاعب الشاب عصام بعيون، وتصوبة صاروخية، تصوبة صاروخية غير عادية، صعبة وصعبة جدا على عبد الرحمن نصار عشان منتخب الجزائر الكبير يتقدم الآن على منتخب بريطانيا.